يسعد مساكم أصدقائي غوالي، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. هطرح عليكم موضوع تبريد المي بالحرارة بالجو الحار، حرارة الغرفة. يعني اللي عندي حرارة غرفة حوالي 40، فوق 40. رح نحكي عن تبريد المي، طريقة بسيطة جدا جدا تبريد المي. طبعا الطيور عندي ما شاء الله مشوا، الكل فاتحين التموا الجناح بسبب الشوب، يعني الشوب كتير عالي، درجة حرارة هون تقارب ل40 إذا مو أكتر. طريقة تبريد الماء يا غوالي المي كالتالي: أفضل شيء للمي قطعة الصاج الحديد هذا الرقيق مع الحجر اللي داخل المي، طبعا يكون قريب على الهواء. هون تبريد المي عن طريق الهواء والحجر او الصخر، او حتى يصير يعني البلوك اللي تعمر فيه هذا نفس هذا يصير كمان، البلوك هذا اللي تعمر فيه كمان. اذا عندك قطعتين ثلاثة تحط جوات المي، تصير جوات المي تبرد لحالها. درجة المي توصل تقريبا شيء حوالي، يعني تقريبا حوالي 15 درجة، يعني المي تكون باردة. بهالطريقة أفضل طريقة تبريد المي، لا تجيب مي باردة ولا شيء. هون عندك بس الصخر الحجر، تحط جوات المي تبرد المي، بدها ساعتين لتبرد. إذا المي كانت سخنة عندك، مي ساخنة، أحسن ما تغير مي كل ساعة ونص ساعة وتجيب مي باردة. عندك هون المي تبرد خلال ساعتين تكون باردة، يعني إذا تحطها الصبح بكير أو المساء آخر الليل، الصبح هيك تكون باردة. طبعا تغييرها يومي إن شاء الله الأوصاف، وإن شاء الله تكونوا تستفاد من هالفيديو ونستفاد كمان منكم من تعليقاتكم. وهالغرفة عملناها للحساسين على أساس نبلش فيها من أول الصيد معاكم، بس الظروف شوي ما ساعدنا وجهزناها وعملناها والحمد لله ما انتجنا، بس الحمد لله يعني امورهم خير. اذا السنه ما انتجنا السنه الجايه، بس السنه رح تضلوا معنا على الصيد وتجهيز غرفه ثانيه غير هالغرفه. غير غرفه طولها 10 امتار ب 4 امتار، رح نجهز غرفه ثانيه ان شاء الله وتكونوا معنا وتجهيزها، وطريقه تجهيز الغرف وطريقه الصيد كمان رح تضلوا معنا ان شاء الله بالصيد. والحمد لله الاوضاعهم كويسه، نتبشر بالخير يعني من هون لعشرة أيام لعشرين يوم لشهر معانا مجال، احتمال يلفوا عشاش، احتمال البيض، يعني نسبة الاحتمال 60-70% على أوضاعهم هلا. شكرا لكم، إن شاء الله تضلوا بخير يا رب جميعا، أتمنى التوفيق للكل. وأي تعليقات شباب، حدا بده تعليقات شيء يكتب تحت، واي شيء عنده واحد اي تعليق اي معلومه نستفاد نحن منها وهو كمان يستفاد وغيرنا يستفاد، ان شاء الله التعليقات توصل للكل والكل يستفاد. يعطيكم العافيه.